أخت ميسة، وأنت عم تتكلمي الكاميرا عم نحط على الصورة مناظر من الرقة. يمكن هاي كانت مش الرحلة الأخيرة، لكن احنا شفنا عدة بلدان وتهدمت، لكن اللي شفتوا عمليا وانتوا طبعا والفريق اللي كنا مع بعض، شفنا دمار من كل ناحية، شفنا عمارات عالية جدا فلات على الأرض، وما زالت المناظر طبعا في مدينة الرقة. الرقة اللي هي كانت عاصمة الدول الإسلامية، يعني داعش في أرض العراق وسوريا. ورحنا كمان يعني شفنا بعض الأماكن اللي احنا صلينا أنه الله يكسر اللعنة من هذه المنطقة، يعني في دوار النعيم وفي دوار وين كانوا بيبيعوا سوق النخاسة، فأنا مش متذكر، أنا شايف دوار بس مش متذكر بالضبط إيه اللي صار في هذا الدوار. تفضلي. انا عم تابع معك سي سيزار على شاشه التلفزيون هلا. اوكي، عم بتشوفي كثير حلو. عم بتفرج، عم شوف معك. فعلا مدينه الرقه هي المدينه المنكوبه، يعني نحن رحنا وشفناها على ارض الواقع، وشفنا مو بس الدمار، دمار الجدران او الحيطان او المباني، شفنا الدمار البشري. يعني يعني فينا نقول مدينه كانت خاليه من اي روح، من اي نفس. يعني أنا بتذكر إنه وقت اللي دخلنا ونحن يعني نشكر رب قدرنا ندخل هيدي المدينة، وأول ناس نحن دخلناها بعد ما دولة داعش خلينا نسميها طلعت من هيدي المدينة، لأنه لدرجة إنه نحن كنا عم نشوف الجثث ما زالت في الأرض. كان منظر كثير صعب، مشهد الإنسان لوين وصل نفسه، يعني لوين وصل حاله إنه يكون بهالطريقة، إنه يكون مرمي بالارض بهالطريقه البشعه، يعني الفظيعه. دخلنا نحن هيدي المدينه، وفعلا مدينه، لان عم تابع معك على شاشه التلفزيون، ما عاد اسمها مدينه، يعني هيدي مدينه انقاذ. لكن نحن بنشكر الرب انه قدرنا ندخل هيدي المدينه، وفعلا دخلنا لحتى نصلي في ساحه النعيم اللي هن سميت فيما بعد ساحه الموت. انا ما بنسى المشهد يا اسيس وقت اللي دخلت داعش على الرقه، كيف يعني قطعوا روس وعلقوها بهيدا الساحة. أيوة. فبشكر الرب انه نحن قدرنا نروح على هيدا الساحة بالذات ونرفع صلوات مع حضرتك. صلوات كانت فعلا مؤثرة كثير، لدرجة انا كنت عم بحس انه هيدا الصلوات والايات من الانجيل اللي كنا عم نقولها كانت عم تطرد الارواح الشريرة كانت موجودة بهالمدينة. وقت رحنا على سوق النخاسة، مكان بيع الستات اللي يبيعوا سيدات هنيك، كمان اطلقنا صلوات وصراخ الى الله حتى الرب يعيد حريه المراه، ترجع كرامه المراه، قيمه المراه مثل ما الله بيريدها. بحب خبر المشاهدين، يمكن هذا الخبر لسه ما خبرناه عبر وسائل الاعلام، انه بعد ما نحن طلعنا من المدينه بحوالي شهر، بتتذكر اسيس اجاك اتصال من شخص مسؤول هنيك، وجاني اتصال انه نطلع نشارك باحتفالات عيد الميلاد بمدينه الرقه. فنحن تفاجئنا انه كيف بدنا نطلع والمدينه يعني ما فيها كنيسه اصلا، كنيسه مهدومه وما فيها روح يعني. لكن تفاجئنا بانه فعلا المسيحيين بكل المناطق اللي موجودين هنيك اللي تهجروا خارج الرقه اجوا عملوا صلاه عيد الميلاد، رفعوا الصليب بالكنيسه وحطوا ايات من الانجيل تعبر عن الميلاد، ودخل بابا نويل ووزع هدايا على الناس الموجودين هنيك، وكانت فرحه حلوه. فكانت حقيقه يعني انا من جهتي كثير فرحت، لانه حسيت انه الثمار فورا الرب عم يورجينا اياها، انه صلواتكم ما راحت. واليوم بشكر الرب كمان انه عم بيقولوا انه مدينه الرقه بدها ترجع تنبنى من اول وجديد، والناس بدها ترجع لبيوتها. فهيدي اخبار حلوه واخبار ساره. وحسيت يعني انه فعلا وجودنا وصلواتك السيس المشجعه للجنود اللي كانوا موجودين هنيك، كمان انك صليت لهم وصليت للمدينه، انه الرب تغري ارجانا الثمار الحلوه بهالمنطقه.